سلام حبيباتي كل المتفرجين الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم كوزينة حنان. الفيديو تاع اليوم البنات اللي طلبتوا مني وصفه البواسير، وخاصه الاخت اللي راكي تلحي يعني بالحاح وقلتي لي يعني مضراره، راني نستنى يجيبوا لي الدواء اللي رايحه نبعثه لك في الوصفه. نقول لك عذرا الفيديو اللي مورا هذا نبعث لكم الوصفه ان شاء الله انت والاخوات كامل اللي راكم طالبين على وصفه البواسير عذرا. لا فيديو تاع اليوم وهي خبز المنفوخ بالسميد كيما طلبتوا عليه، ما حبيتوش بالفرينه، خلاص راني بعثت لكم دوكا، راح نبعث لكم خبز المنفوخ بالسميد على طريقتي وجد سهل، تبعوني معايا راح نعطيكم الطريقه ان شاء الله. نتلاقاو من بعد. نبداو على بركه الله. بسم الله. عندنا خمس كيسان، خمس كؤوس من السميد الرطب، يعني دقيق رطب، دقيق رطب او سميد رطب، كما بعض المناطق يقولوا سميمدة وباين سميد رطب. خمس كؤوس هاو اللي كان يوريته لكم كامل. هذا نوعية جيدة للخبز تاعو، العجائن تاعو كامل تجي روعة. عندنا خمس كؤوس من السميد رطب، ملعقة كبيرة مملوءة جيدا خميرة، خميرة الخبز نعملوها في وعاء، ندرو لها مغرفة تاع السكر، ملعقة كبيرة سكر فوق الملعقة الكبيرة تاع الخميرة، ملعقة قلنا ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة تكون معمرة يعني بالبزاف. هنا السميد تاعنا نعملو له 3 ملاعق لحظه اللي هي حليب البودره، سميد 5 كؤوس من السميد الرطب نعملو له 3 ملاعق كبيره من اللحظه او الحليب الجاف او حليب بودره. ما عندكش معليش تقدري تستغني عليها، اللي ما عندهاش معليش. هنايا من بعد ما خمرت، من بعد ما تفاعلت الخميره تاعنا، قلنا ملعقه كبيره خميره، ملعقة سكر خلوهم يتفاعلوا، نضيفوهم للعجين تاعنا. هنا ملعقة صغيرة خل أبيض، خل أبيض ملعقة صغيرة لا أكثر، ما تزيدوش، سمعوني واش راني نقول مليح، ملعقة صغيرة من الخل الأبيض لا أكثر، لأن لو ضاعفنا الكمية رايح يجي الخبز تاعنا قارص بالحموضية. تعملوا ملعقة صغيرة، هنا 3 ملاعق كبيرة أو 4 كيما حبيتوا، 3 ولا 4 كيف كيف، نفس الشيء الزيت عادي زيت المائده. هنا عندنا حفنه صغيره تاع الفرينه، علاش حفنه صغيره كيما راكم تشوفوا حفنه تاع يدي، علاش الفرينه تساعدنا تطلق لنا الغلوتين تاعها في السميد تاعنا ويجي يعني شويه في هذاك التعلاك وشويه تاع الخيوط. هنايا الماء دافي، الماء دافي ماشي سخون، دافي، ورانا نخلطو بيدينا. هنا ما راناش رايحين ندلكوه كيما تعرفوا المعجنة تاعي، برك نخلطوه كيما الخبز المنفوخ تاع الفارينة اللي عملته لكم وتاع الكوشة. عملت لكم خبز الكوشة يعني ماشي منفوخ، وعملت لكم خبز المنفوخ بعجينة واحدة، درت لكم عجينة واحدة فيها زوج وصفات تاع خبز. نفس الطريقة نضربوه. هنا الملح اللي حاب تضيفه في الاول معليش كيف كيف، هنا راني نشمخ فيه شويه باش يدخل لي في العجينه بسرعه، ونضربو كيما راكم تشوفوا كيما تعرفوا المخبوزه تاعي، نضربو لمده دقيقتين لا اكثر، دقيقتين لا اكثر حتى لثلاث دقائق، ما نكثروش عليه التضراب. هنا كيما شفتوا الخميره من بعد ما تفاعلت مع ملعقه صغيره ملعقه كبيره سكر وشويه ما دافي، لازم الماء يكون دافي ماشي بارد ملعين، دافي باش تتفاعل بسرعه وتاني تخمر لنا الخبز تاعنا. كي نشوفوها تفاعلت يعني طلعت الخميره، نضيفوها للسميد تاعنا كيما شفتوني، نضربو هنايا كيما راكم تشوفوا هاي لك العجينه تاعنا بدات راكم تشوفوا فيها تعمل كيلاستيك، هاي لك تتجعد. هذا دارت هذه العمليه بفضل الحفنه تاع الفرينه اللي عملناها. هنا كيما راكم تشوفوا خمرت التخميره الاولى. هنا من بعد ما ضربناها دقيقتين نغطوها ببلاستيك ولا بكاش غلاق ولا، ونخلوها تخمر يتضاعف الحجم تاعها. كي نشوفوها طلعت وعملت شويه نبابل يعني خمرت،
نهبطوا لها الخمور، تخمر لمدة 20 دقيقة، لا أكثر، 20 دقيقة حتى 25 دقيقة، تروح حتى نص ساعة لا أكثر، ميم با نص ساعة، واحد 20 دقيقة هذاك، ربع ساعة 20 دقيقة. شوفوا النباب اللي عملتهم كأننا دلكناها، نعاود نخليها تريح. هذه قلت لكم المرة الثانية خمرت للمرة الثانية، هنا نحو الساشي تاعنا خلاص، هنا راني نبدا عمر بيد وبيد راني نخدم، لانه ما كان حتى واحد في الدار باش يهزهولي، وراني درت لكم فيديو لاني طولت عليكم شويه. هنا نعاود نهبط لها الخميره، راني بيد وحده مازالني رافدة عمر عفوا. هنا نهبط لها الخميره خلاص، هنا مديتو الخوخ كان جا مديتو، راني نخدم بزوج يدين اونفا. هنا نهبط لها الخميره برك، ما نعاودش نضربها كيما ضربتها في المره الاولى، هذه التخميره الثانيه نعاود نهبطها لها، كي نهبطها غير نهبطها كيما شفتوني هبطتها بيدي، ما نعاودش نضربوها، لا رايحين نفزدوها. هذه كيما يقول لك تقنيه، يعني راهي استوس للخبز هذا تاعنا تاع السميد. غير نهبطوا الخمور ونبداو نقطعوا، جوست نهبطوا هذاك العجينه بيدنا كيما شفتوا ونبداو نقطعوا، ما ندلكوها ما نضربوها، شغل نفشوا لها الخمور ونقطعوا الخبزه اللي حبيتوها، حبيتو خبيزات صغار حبيتو كبار حبيتو متوسطي، نبدا نقطع ونحط في بلا ولا في سنيوه ولا فيها السميد رطب، نفس السميد السميد رطب، نرمدوها فيه مليح ونحطوها هنا. قبل كنت نسيت، قبل ما تحطوها فوق القماش ولا في بلا ولا في كش عفسة، هنا احنا هنا رايحين نقلبوها، ما ديروهاش في بلا، ديروها في قماش ولا في الحطبة كيما وريتكم في الخبز تاعي من فوق تاع الفارينة، دوك نوريكم الطريقة، ونخبزوها مباشرة. تحبوا تخبزوها فوق الحطبة تاني، راكم تدردرو في السميد وتخبزو من حين لآخر، لما تخبزوها فوق الحطبة تهبطوها فوق فوق القماش تاعكم ولا فوق السربيته باش تلقاوها واجده، يعني جوست تحطوا في السنيوه وخلاص تاع الكوشه. هنا كيما راكم تشوفوا، وقبل ما نخبزوها غير نرمدوها في السميد، نكوروها نحطوها فوق السربيته ولا فوق القماش، تخلوها تروبوزي لمده دقيقتين. علاش؟ باش تساعدنا في الفرد بسرعه، يعني باش تخبز لنا باش نسرحوها، يعني نبلاطيوها بسرعه، تساعدنا يعني باش نطرحوها فوق السربيته ولا فوق القماش، خلوها ترتاح فوقه لمده دقيقتين ثلاثه لا اكثر، ونخبزوها فوقه باش تساعدنا. هنا الطريقه الثانيه كيما عملت لكم نفس الشيء، الخبز من فوق تاع الفارينه. هنا بقات لي خبزه 5 كيسان، قطعوا لي 3 خبز، 3 خبز لابس بهم. هاي لك الطريقه اللي نستعملوها، شوفوا هنا كأننا دلكناه بيدينا، شوفوا ما شاء الله العجينة راهي تتكسل وتاني طرية ما شاء الله، دلكناه يعني عن طريق الدلك، هو غير ضربناه ساهل وخفيف روعة، جربوه على طريقتي وقولوا لي. هنا شوفوا هاوليك، شوفوا النبابل اللي عملهم، هاي لك الطريقة اللي نعملها. هنا تاني نرشوا اللوحة تاعنا بشوية سميد ونحطوا الخبزه، نخلوها ترتاح لمده دقيقتين ونخبزوها، نفردوها ونديروا هذيك العمليه باش نتاكدوا باللي السميد راه كامل في اللوحه تاعنا ولا في الحطبه، باش ما تلصقناش العجينه يعني الخبزه تاعنا فوق اللوحه، نديروا هذيك العمليه، ندوروا نهزوها كما وريتكم. هاني قلت لكم هنا هذه الطريقه الثالثه اللي عطيتها لكم. هنا نديروا بابي كويسون، تحبوا تدهنوه تحبوا لا، هم لك النباب شوفوا كل شيء دلكناها العجينه وهي غير ضربناها، سهله مهله، اسهل طريقه للخبز المنفوخ ولا الخبز الكوشه ولا اي خبز. تحبوا تدلكوا عفوا تحطوا لهم، نتلاقاو من بعد، تحبوا تدهنوا البابي كويسون بشويه زيت وتحطوا الخبزه تاعكم ترتاح 2 دقائق وتعاودوا تفردوه، تحبوا تعملوه مباشره بدون زيت تخبزوا الخبزه تاعكم مباشره، ولكن هنا نديروا سنيوه دوك نوريكم الطريقه كيفاش باش يسهل علينا نحطوه في الكوشه. هنا هاي لك الكوشه تاعي اللي قلتوا لي وريها لنا، هاي لك النار تاعها شوفوا ماهيش قاويه لاني بدلت لها لي باك تاعها تاع غاز دو فيل، انا درتهم تاع القرعه لان تاع الغاز دو فيل اللي كانوا فيها. هاي لك شوفوا الطريقه اللي ديروها نهار اللي تجي تحطوا الخبزه، هاي فوالا ديروا هذيك العمليه، تدو وتردوا فوق الحطبه
وتحطوها في سنيوه سخونه، لازم تكون سنيوه سخونه. تشعلوا الكوشه تاعكم قبل ب10 دقائق ولا ربع ساعه. انا دات معايا 10 دقائق سخنت، ولت ما سخانه ما تصوروهاش قداش سخونه بالبزاف. وحطيت الخبزه تاعي والسنيوه سخونه لداخل، ما لازمش نحطوها سنيوه بارده. هذا هو السر باش يجي الخبز تاعنا منفوخ، تكون الكوشه سخونه والسنيوه فيها لداخل سخونه. نجبدوها من بعد ما تسخن نحطوا الخبزه تاعنا هنا. هاي لك الخبزه الثالثه، فوالا نحطوها بها بالبابي كويسون ونخلوها طيب من تحت ومن الفوق. نشعلوا النار من تحت ومن الفوق لنجاح الخبز تاعنا هذا. نشعلوا النار من الفوق ومن تحت وندخلوا الخبز تاعنا هنا. بالكو تفاداو النار، شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. شوفوا جا قطن 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 وروع وخفيف، ماشي تقي. شوفوا بالسميد وخفيف هنا، تفاداو النار من تحت لان هذا الخبز راهو بالسميد. لو خلينا النار من تحت يعني بزاف عسوه، كي تشوفوا غير حمار شويه طفوه من تحت وخليها تكمل الطياب من الفوق، يجيكم القشره يابسه. هنا تشوفوا كي تخرجوها تجيكم يابسه ومن بعد تطرى.